كابتن كان زمان بيحصل ايه، ويمكن ده كان بيحصل في الدوري الالماني لما في لعيب مثلا بيغيب لفتره طويله بينزل يلعب ماتشين ثلاثه مع السكند تيم، وبيبقى دوري قوي، بيبقى دوري قوي، بيبقى ان بروفيشنال شويه لكن بيخش فورمه المباريات، وخاصه انت عارف حراسه المرمى محتاجه شويه ممارسه يعني. فده يعني ده وارد ان ممكن جدا يعني علي لطفي النهارده اعتقد انه يمكن كان خطا في الهدف الثاني، لكن هو خامه طيبه جدا، وعلي لطفي يعني لعيب دولي وانقذ كرات كويسه انا شفتها يعني. وموسيماني قال عمل مباراه جيده في الكوره دي اللي انا خرج متاخر تقريبا. احنا دايما عندنا الثقه في لعيبتنا، وعلي لطفي حارس مرمى حارس مرمى كويس. لكن حضرتك بتتكلم على التوتر، تفتكر التوتر اللي حصل لفرقتنا دوت نتيجه ان الدوري السنه دي مختلف شويه، ان شكل المنافسه هيبقى مختلف، الدوري قوي يعني في فرق قريبه، يعني التوتر انك تخسر نقطه او اتنين دوت وارد ان يكون ده اسبابه؟ والله انا مندهش الحقيقه انه يعني نقطه او نقطتين تخلي الامور تبقى فيها التوتر ده. كانت بتحصل النادي الاهلي كان على فترات طويله كان بيتقدم 3 4 ماتشات بياخد ال 12 نقطه صحيح. فدي كانت بتخليه راكب على طول او طالع الصداره. في الصداره. لكن طبعا النقطتين دول او الاربع نقاط اللي خسرناهم من تعادلين دول يعتبروا يعني في تاريخ النادي الاهلي في اخر 10 سنوات يعني ما حصلتش، خاصه الدوري اللي فات. الدوري اللي فات احنا راكبين بفرق يعني بنطلع في الدوري بنبقى الاول لحد ما ننتهي طبعا، ومتصدر بست وسبع اسابيع كمان. ده ملخص لماتش النهارده كابتن شط، فقول لي النهارده اكتر يعني ايجابيه لفتت نظر كابتن شطه كانت ايه؟ البرسيستنس اللي هو الاصرار، التواصل على الاحراز هدف، الضغط المستمر بجانب. كان في خطوره شديده جدا على الهجمات المرتده. انا شايف ايمن اشرف بيخش حتى في البينالتي اريا بتاعت القسم بيتواجد دايما قدام، يعني انا كنت خايف انه من خلال هذا الضغط المتواصل ان احنا ممكن تحصل لنا برضه انتكاسه انه يجي هدف يخش في كاونتر اتاك يعمل لك مشكله. لكن الحمد لله كان في تماسك من خط الوسط بشكل حقيقي متميز، وطبعا تغييرات فيسو كانت حقيقه يعني كان فيها مغامره شديده جدا صحيح. وده طبعا في كره القدم مطلوب، تشيل مثلا اليو تطلعيه من الديفندر وتخلي الملعب في الحته دي عشان هو محتاج لاتاكر اكتر، او في الحته دي ريسك فيري ريسك طبعا. فبالتالي انا بعتقد انه غامر من اجل انه يوصل لنتيجه مرضيه عشان ما يحصلش يعني خساره لهذه ما ترددش. فالحمد لله ما ترددش، هو قالها في المؤتمر قال لك انا غيرت التشكيل 3 مرات وغيرت الفورميشن 3 مرات عشان العب بشكل راسين حربه، ومرات 3 رؤوس حربه، ومرات بيطلع قفشه، ومرات بيطلع بالاجناب. يعني كان حقيقه عنده ثقه في لعيبته، وهو طبعا انا بعتقد انه هو يعني ربنا وفقه في هذه المباراه في التغييرات، عشان كان في بعض النقاد او بعض العالمين بيقولوا ده بيتفرج على المباراه زينا بالظبط. لا، الراجل كان بيفكر ازاي يغير وازاي يشيل مين ويحط مين، فهذا الموضوع بيوري انه هو برضه عنده مرونه تكتيكيه وتكتيكيه بيقدر يشكل الفريق. وفيها زي ما بقول لك فيها ريسك، والريسك ده مهم جدا في كره القدم. انت مرات ممكن تدفعي بلاعيبه وتسيب، ممكن تلعبي بثلاثه ورا وخمسه وتخلي الفرقه عشان تكسبي ممكن يعني هو طبعا لعب بالليبرو زمان وكانوا 3-1-2 فدي بتبقى برضه خطه معينه تلعب بالاطراف وتخلي عندك 6 أو 7 في وسط الملعب وتضحي بالدفاع، ودي كانت حته مهمه جدا. لعب ساعات النهارده لعب بثلاثه، لعب 3-4-3 يعني كثف هجومه، ودايما بنقول ان الشوط الثاني شوط المدربين. واعتقد النهارده من الايجابيات الشوط الثاني، رغم ان احنا بنتكلم بعض السلبيات ممكن في بدايه المباراه في تشكيل ما او عنصر او اخر، لكن دايما كابتن شطه حضرتك طبعا مدير فني وعارف ان الشوط الثاني بيبقى هو المدرب شغله بيبان في الشوط الثاني، في تغييرتين، في تغييره شكل لعب، تغيير الفورميشن زي ما حضرتك قلت، احنا بنلعب 4-2-3-1 انك يخرج ونلعب 4-1-4-1 وبعدين 3-4-3، كل دوت بيديك او بيطمن الناس اللي قلقانه على موسيماني شويه ان احنا عندنا مدير فني بيشتغل، بس يعني ادوا الناس فرصه. هي المرونه الخططيه دي مهمه جدا، وهو النهارده اثبت انه يعني يمتلكها بشكل جيد. التوتر اللي كان موجود الحقيقه في الجهاز اتمنى انه يعني نبقى كجهاز عندنا نوع من الهدوء لا، وعندنا ثقه في فرقتنا. مش معناه ان احنا خسرنا 2 ان يبقى حصل هذا القلق اللي اتنقل في الشوط الاول.